بيعدوا جول يا ولد. يلا يا عم طويلة اوفسايد ماشي يا مصطفى عبده مش اوفسايد ماشي بالعبها بالعرض على طول الجول الثاني على ملعوب الجول الثاني على ملعوب اهلي 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 ومصطفى عبده يلعبها للخطيب حلوه من ورا الجول وماشي الخطيب هو واحد بفوت النفسه ويلا برجلك الشمال وش هذا الجول الجول الثالث الجول الثالث للخطيب الجول الثالث للخطيب اهلي 3-0 اهلي 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 في الدقيقة 35 اهلي اهلي برافو يا خطيب والله كنت بلعبها معاك وانا قاعد قدام الجمهور العظيم بيحيي الخطيب اللاعب الفذ